رجا. سؤال علي رجا هلا بالموضوع؟ له علاقة بكل تفصيلة في حياتي. ووصل لمرحلة الجنون والشك. كأنك لسه بتحبيه وأنا متأكد من اللي أنا بقوله. مش أنت اللي بتعرف. ليه طلبت مني وقت عشان تفكري؟ ليه؟ لأنه أنت اللي عم تخليني أفكر وأنت اللي عم تخليني خاف من هالخطوة كل يوم أكثر من يوم. بس خبرية صغيرة في شي بيناتهم ممكن تخلي لين تتسرع بقرار مصيري. نقل بعد بدك نجوز الأحد. قصة حب يوميا بعد الأخبار على MTV.